كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار، حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء. القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل، ثم مراهق، ثم شباب، ثم كاهل، ثم شيخ، خلاص هيك الدول، هيك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فايدة. وفي أي مرحلة إسرائيلية؟ أنا أقول أن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. الأربعين الأولى كانت لنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأت لنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني، استشفاف قرآني، لأن ربنا لما فرض على بني إسرائيل في سيناء 40 عام، ليش؟ ليغير الجيل المريض التعبان ويأخذ جيل مقاتل. وجيلنا الأولان النكبة راح، طلع جيل الأحجار والقنابل، والجيل الجاي هو جيل التحرير إن شاء الله تعالى. كيف ترى المستقبل الشيخ أحمد ياسين؟ أنا أقول طريقنا صعب ويحتاج تضحيات وصبر، لكنه المستقبل إلنا إن شاء الله، هو قادم لا محالة، وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف وعده أبدا. رغم اليأس الذي يسيطر على الناس؟ اليأس هذا لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المركب. إذا كان الذي قادة المراكب لا ييأسون ومصرون على خطواتهم، فالشارع دائما وين ما وديته بروح بمشي بجري وراك. يعني أنا بستشف من القرآن الكريم زي ما قال في المدينة، ما ظننتم أن يخرجوا، يعني المسلمين كانوا يظنوا يقدروا يتسولوا عليهم، وظنوا أنهم مناتهم خصومهم من الله، يعني هذول ما تدينهم قوتهم، والمسلمين بيقولوا يعني ممكن يقدر، وهو الواقع الآن. يعني صحيح أن الأمة بتاعتنا قادرة تحرر فلسطين، إحنا بنشك في حالنا وإمكاناتنا وقدراتنا ومستقبلنا، وهم بيقولوا إحنا بنملك أكبر ترسانة دولية، مين بيقدر علينا؟ فهم بيعتزوا بقوتهم وإحنا خايفين من ضعفنا، لكن إرادة الله غالبة، وستأتي الساعة التي ينهار هذا الكيان في عالم البصر. إن الفساد لا يدور في الأرض، لقد قرر القرآن الكريم أنهم يفسدون في الأرض، أنهم يمزقون القيم في الأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.